مع بداية الشهر الحالي بدأ العمل التدريجي لعيادات الاختصاص والعمليات المبرمجة في مستشفى الزرقاء الحكومي بنسبة 70%. المستشفى يستعد كباقي مستشفيات المملكة للوصول إلى نسبة 100% في الأول من تموز المقبل، وعملت إدارة المستشفى على زيادة نسبة العمل بعياداتها كافة في ظل انخفاض المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، مع الالتزام المشدد بجميع الإجراءات الوقائية وشروط السلامة العامة. هذا تحدي كبير، لأنه العيادات الخارجية بعد فترة طويلة من تسكيرها، ولكن أنا أعتقد أنه كوادري اللي موجودة هون، كوادر مستشفى الزرقاء الحكومي كلياتهم على أهبة الاستعداد، إن كانوا من كوادر طبية أو كوادر تمريضية أو كوادر إدارية، كلياتهم لديهم التعليمات ولديهم العقيدة بخدمة المواطن.